القرويين. من جهة أخرى أقدم أخا كريما آخر سيتكلم لنا، وهو دكتور طارق هشي الذي هو أستاذ تاريخ الوسيط بجامعة محمد الأول بوجه، وسيتكلم لنا عن موضوع المخطوطات الطبية بالمكتبات المغربية، وسيأخذ كنموذج مكتبة آل سعود وهذا بالدار البيضاء، وهذا هو بمثابة موضوع مكمل للموضوع الذي بدأ بورس. فليتفضل سيادته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بالشكر الجزيل للجنة المنظمة ولكلية الطب والصيدلة بمدينة فاس على هذا الاهتمام الكبير بالتراث التاريخي بصفة عامة والتراث الطبي بصفة خاصة. أحييكم بحرارة لأن الاهتمام بالتاريخ والاهتمام بالتراث كان وما زال ربما حكرا على المؤرخين، ولكنني فوجئت انطلاقا من المداخلات البارحة ومداخلات هذا اليوم، فوجئت بمجموعة من الأطباء الذين يهتمون اهتماما كبيرا جدا بالميدان الطبي، وغيروا نظرتي لهذه الكلية التي كنت أعتقد على أنها تكون جيلا من الأطباء لا يعلمون شيئا عن تاريخهم. لذلك أحييكم بحرارة وأشد على أيديكم وأهنئكم على هذا الاهتمام. بالنسبة لهذه المداخلة سوف أنطلق من سؤال رئيسي. هذا السؤال يرتبط بلماذا الاهتمام بالتراث الطبي والتراث المخطوط بصفة عامة؟ لماذا هذا السؤال أولا؟ هو سؤال جديد قديم. البارحة في ردهات كلية الطب سمعت مجموعة من طلبة الطب الذين ربما يمكنني أن أقول على أنهم يتهكمون على هذا الموضوع، يتحدثون عن لماذا سوف نهتم بتاريخ الطب، فلأولى أن نهتم بالطب العصري ونهتم بمجموعة من العناصر. لذلك حاولت أن أشارككم هذا السؤال ونحاول أن نناقش مع بعضنا بعض الإجابات حول الاهتمام أو حول ضرورة الاهتمام بالتراث بصفة عامة والتراث الطبي بصفة خاصة. فعندما نتحدث عن التراث نتحدث على أن هناك مجموعة من المفكرين ومجموعة من ما أمكن أن يجيبوا عن هذا السؤال، فلماذا الاهتمام بالماضي أصلا؟ يتحدث عبد الله العروي ويقول على أن السؤال هو سؤال جوهري، وفي الوقت نفسه هو سؤال تافه، سؤال جوهري بالنسبة للمفكر وسؤال تافه بالنسبة للمتخصص في التاريخ. أعتقد على أنه من الضرورة أولا يجب علينا أن نركز على ضرورة الإجابة عن السؤال لماذا سوف نهتم بهذا الماضي، ولماذا سوف نهتم بالتراث الطبي بصفة خاصة، ولماذا سوف نهتم بالمخطوط بصفة خاصة ونركز عليه. هناك من إجابات متعددة، هناك من يقول على أننا سوف نهتم بالماضي لنسعى إلى محاولة فهم تموقع الحضارة مثلا الإسلامية ضمن الحضارة الإنسانية ككل. هناك من سيجيب ويقول على أن اهتمامنا بهذا التراث هو اهتمام لفهم هذا الواقع، الواقع الحالي. هناك من يتحدث على أن هذا التراث يعلمنا مجموعة من الأسس ومجموعة من المبادئ المبدأ النقدي وغيرها من العناصر. هناك من يتحدث على أن الاهتمام بالتراث المحلي يعزز فينا قيم الانتماء وقيم المواطنة، ولكنني سوف أتوقف عندما ذكره لوسيان فيفر في كتابه كونتابل ليستوار، يتحدث على أن الاهتمام بالماضي والاهتمام بالتاريخ يرجع أساسا إلى أن هذا الماضي هو جزء أو هو حاجة إنسانية، هو حاجة إنسانية. نعم، فهل يمكننا أن نعيش بدون ماضي كأفراد؟ هل يمكننا أن نبعد عن أنفسنا هذا الماضي؟ ودائما أحاول أن أطبق تجربة مع طلبتي، أطلب منهم أن ينسوا ماضيهم، فإذا استطاعوا أن ينسوا هذا الماضي هنا يمكننا أن نتحدث على أن هذا التاريخ وأن هذا التراث يمكننا أن نتجاوزه، لا يمكننا أن نستمر، فنحن جزء من هذا التراث وجزء من هذا الماضي. والحرارة الإنسانية ككل هي عبارة عن تراكم المعرفية، عبارة عن تراكم، هذا التراكم هو الذي أوصلنا إلى ما أوصلنا إليه الآن. فلكي نستمر لا بد لنا أن نعود إلى هذا الماضي، ولا يمكننا أن ننساه ولا يمكننا أن نتجاوزه.
ميدوي، المخطوطات الطبية بالمكتبات المغربية مكتبة آل سعود نموذجا أو نموذجا. أطرح سؤال ثاني، لماذا اخترت هذه المكتبة؟ هناك عاملين اثنين، العامل الأول هو عامل ذاتي، فقدر لي أن أعمل بالقرب من مدينة الدار البيضاء منذ سنة 2007 واستفدت الشيء الكثير من هذه المكتبة. فالمكتبة تضم مجموعة من الموارد بشتى أصنافها، موارد مرتبطة بالدوريات، مرتبطة بالكتب، مرتبطة بالمصادر، مرتبطة بالموسوعات، مرتبطة آلاف الموارد بصفة عامة، بالإضافة إلى الأرشيف، بالإضافة إلى المخطوطات. هذه الاستفادة حاولت أن أقدم لكم نبذة عن المعطيات الموجودة بمكتبة آل سعود وبالضبط ما يرتبط بالمخطوطات الطبية، خاصة أن هذه المكتبة أتاحت للجميع إمكانية الاطلاع على مخطوطاتها بعد رقمنتها، فكل شخص فينا بإمكانه أن يلجأ إلى موقع الكلية وبإمكانه أن يطلع على رصيد من المخطوطات المهمة جدا ضمن هذه المكتبة، وهذا أمر يحسب لهذه المكتبة لأن وصول الباحث إلى المخطوط كان أمرا عسيرا جدا، فأصبح أمرا يسير بفعل هذه الخطوة، لذلك اخترت مكتبة آل سعود. سأقسم إلى الآن بالنسبة إلي، سوف أحاول أن أناقش معكم المخطوطات الطبية لمكتبة آل سعود، وسوف أحاول أن أقسمها إلى هذا الموضوع إلى محورين رئيسيين. المحور الأول المخطوطات الطبية لمؤسسة آل سعود، جرد وتصنيف. ثم المحور الثاني الخصائص المميزة للمخطوطات الطبية الموجودة بمكتبة آل سعود. لكي أكون خفيف الظل عليكم ولكي لا أقوم بعملية الجرد الكلاسيكي لكل المخطوطات، سوف أحاول أن أقوم بعملية تصنيفية. إذا ما حاولنا أن نقوم بعملية تصنيفية للمخطوطات الطبية الموجودة بمكتبة آل سعود سوف نجد بأنها تغطي تقريبا كل فترات تاريخية. تنطلق أقدم مخطوط ينتمي إلى القرن الثالث الرابع الهجري، وأحدث هذه المخطوطات تنتمي إلى القرن العشرين. فالمخطوطات الطبية، أتحدث فقط عن المخطوطات الطبية، هذه المخطوطات الطبية يمكن أن أقول على أنها تغطي تقريبا جل فترات تاريخية. وأعطي هنا بعض النماذج من أقدم المخطوطات التي توفر عليها مكتبة آل سعود، مخطوط الرازي سر صناعة الطب، وكذلك نفس يعني الرازي نفسه مقالة في الحصى وفي الكلي والمتانة، أيضا مخطوط لابن سينا هو جزء من كتابه القانون أيضا في الطب، وكما قلت لكم بإمكان أي شخص فينا أن يلجأ إلى موقع الكلية بإمكانه أن يحمل هذه المخطوطات بكل سهولة وبكل يسر. كذلك هناك كتاب المخطوط لابن خلصون، كتاب الأغذية وحفظ الصحة الذي ينتمي إلى نهاية القرن السابع الثامن الهجري، كذلك كتاب المخطوط المنافع البينة وما ينفع في الأزمنة، حافظ المزاج ونافذ الأمشاج بالعلاج لأحمد بن محمد بن عيسى الولفشتالي، الدرر الطبية المهداة للحضرة الحسنية، إلى غير ذلك من المخطوطات. هنا عرضت فقط لبعض النماذج التي تؤكد على أن جل المخطوط أو كل المخطوطات الموجودة بمكتبة آل سعود تنتمي لفترات زمنية مختلفة من القرن الثالث الرابع للهجري. والله ما أنا قلت من القرن الثالث الرابع الهجري إلى نتحدث إلى حدود القرن الرابع عشر إلى حدود القرن العشرين، ماشي أنا ياك. أنتقل معكم الآن إلى الحديث عن تصنيف آخر. بعد التصنيف الزمني حاولت أن أقوم بتصنيف مجالي أو توزيع مجال المخطوطات الطبية بمكتبة آل سعود. هنا سوف نجد على أن هذه المخطوطات الطبية التي توفر عليها مكتبة آل سعود تغطي تقريبا جل مناطق العالم الإسلامي. هناك مخطوطات من فارس، هناك مخطوطات من منطقة المشرق إن صح التعبير، مخطوطات تنتمي إلى القاهرة، منطقة شمال إفريقيا، جل المخطوطات الموجودة أو النسبة الأكبر نجدها تنتمي إلى المجال المغربي وكذلك المجال الأندلسي، مما يؤكد لنا على أن المخطوطات أو على أن مكتبة آل سعود تزخر بمخطوطات مهمة جدا تتوفر أو تنتمي لمختلف المجالات الجغرافية التي كانت أو الموجودة ضمن العالم الإسلامي. أعطي هنا بعض النماذج التي تهم المخطوطات
المرتبطة أو لا تنتمي للمغرب الأكثر. وكما تلاحظون معي نجد بأن هذه المخطوطات مخطوطات من درعا، مخطوطات من مدينة مراكش، مخطوطات من سبتة، من منطقة فشتالة، من كذلك منطقة سوس. إذن هناك تنوع في المجالات الجغرافية التي تنتمي إليها هذه المخطوطات. وسوف أحاول أن أعرض في الورقة التقديمية أو الورقة العلمية التي سوف تنشر إن شاء الله بحول الله تفاصيل أدق بخصوص كل هذه المخطوطات وجدولا يضم الانتماء الجغرافي لهذه المخطوطات. أنتقل معكم الآن إلى الخصائص المميزة للمخطوطات الطبية الموجودة بمكتبة آل سعود. قبل أن وجود نوع من التنوع المجالي تحدثنا أيضا عن تنوع زمني. هذا التنوع المجالي وهذا التنوع الزمني سوف يتيح لنا إمكانيات لمناقشة مواضيع مختلفة، لمناقشة مجموعة من التيمات وطرح إشكاليات متعددة. فهذه العملية يمكن أن تساعدنا بشكل كبير جدا على تصنيف هذه المخطوطات. أولا مبقاش خدام تقني لك ممكن إذن كما قلت، فعندما أتحدث عن هذا التنوع في المخطوطات أو التنوع الزمني والتنوع المجالي سوف يؤدي هذا مباشرة إلى تنوع في المواضيع المناقشة، تنوع أيضا في المناهج، كذلك عملية التصنيف المختلفة يمكن أن تساعدنا في رصد مجموعة من التيمات ومجموعة من الإشكاليات ومجموعة من المواضيع التي سوف تساعدنا على فهم الوضعية الطبية بمجال العالم العربي أو بمجال العالم الإسلامي أو بالمخطوط الطبي بصفة خاصة. هنا يمكنني أن أشير إلى مجموعة من الخصائص والمميزات التي ميزت هذه المخطوطات الطبية بمكتبة آل سعود. يمكنني أن أتحدث عن اختلاف في المواضيع ومناهج التأليف، حيث نجد بأن هناك مجموعة من المخطوطات التي انطلقت من الاقتداء بالطب النبوي، ونموذج كتاب الأربعين الطبية المستخرجة من سنن ابن ماجه وشرحها لعبد اللطيف البغدادي. بالنسبة لهذا المخطوط، تأليف هذا المخطوط ينطلق من الأحاديث النبوية التي بطبيعة الحال تندرج ضمن هذا الصنف العلمي، يعني الصنف الطبي، حتى أن صاحبه في المقدمة يتحدث على أنه كلامه: لما خرجت من مكة قصدت الشام بسبب سنن ابن ماجه، فلقيت الشيخ العالم أبا محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي، فأعلمت أنهار روايته، فسألت أن أقرأها عليه فأنعم، فشرعت في قراءتها. فلما وصلت أبواب الطب سألته أن يوضح لي مشكلها ويلين لي ما تتضمن من المعاني الشريفة والحكم الغامضة إلى غير ذلك. إذن فهو يتحدث في بداية مخطوطه على أن الأساس الذي دفعه إلى تأليف هذا المخطوط وإلى كتابة هذا المخطوط هو يرتبط بالطب النبوي وبالأحاديث النبوية التي لها علاقة بالجانب الطبي. دائما نتحدث في العنصر الأول عن المميزات التي تميز هذه المخطوطات الطبية مرتبطة باختلاف المواضيع ومناهج التأليف. هناك مخطوطات تنطلق من تشخيص الأمراض، مثل مخطوط القول في أحكام الطب والعلاج الصحيح ومقالة الحكماء والأطباء مما رواه جالينوس وأبوكرات وأرسطاليس وغيرهم. يتحدث لنا ينطلق من مجموعة من الصفات، ثم يتحدث عن الأمراض التي يمكن أن ترتبط بهذه الصفات. كذلك هناك عدد كبير من الأرجوزات التي تندرج ضمن هذا ضمن المخطوط الطبي. هناك مخطوط الهدية المقبولة في حل الطب المشمولة أو منظومة في الطب الدرعي لصاحب أحمد بن صالح بن إبراهيم إلى غير ذلك. مثلا أعطيكم نموذج يتحدث: وإن ظهر بالرأس صداع والورد نافع له ضمادة، من بعد سحقك له اعتمادة، أو ماؤه كذلك ماء الكزبرة إلى غير ذلك. إذن بالنسبة للأرجوزة هي وسيلة من الوسائل التي اعتمد عليها المسلمون سابقا في محاولة لإيصال المعلومة بطريقة مبسطة ولتسهيل عملية حفظ الطالب لهذه المعلومات. وكانت هذه الأرجوزة موجهة لكافة التخصصات العلمية، ومن أبرز هذه التخصصات أيضا تخصص الطب. إذن هناك مجموعة من الأراجيز، نتحدث عن حافظ المزاج والحافظ الأمشاج إلى غير ذلك. هناك أيضا دائما في إطار المحور الأول أو الخصائص التي تتميز بها المخطوطات الموجودة بمكتبة آل سعود، يمكننا أن نتحدث عن مخطوطات تعرض للداء
ثم بعد ذلك تعرض للدواء. والقمل علاجه يؤخذ الزوان ورماد البلوط أو رماد الطرفة وزيت العود ونخلطهم جميعا حتى يمتزجوا مع بعضهم بعضا إلى غير ذلك. إذن يتحدث لنا عن الداء، ثم بعد ذلك يستعرض مجموعة من الأدوية التي تهم هذا الداء. إذن بنفس الطريقة يعتمد صاحب كتاب أو مخطوط المنافع البينة وما ينفع في الأزمنة لصاحبه الصنهاج. هناك مخطوطات أيضا تعرض تشريحا دقيقا لجسم الإنسان، ولا أدل على ذلك مخطوط القانون في الطب لابن سينا. المعطى الثاني، المعطى الثاني الذي يميز مخطوطات الطبية الموجودة بمكتبة آل سعود هو استحضار البعد الديني. لم أجد مخطوطا واحدا لم يستحضر هذا البعد، سواء انطلاقا من البسملة منذ البداية، نجد الاعتماد على البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني، ويأخذ سطور كثيرة جدا أو سطور مهمة جدا من الصفحة أو الورقة الأولى. كذلك أعطيت هنا نماذج ويمكنني أن أتحدث عن نماذج كثيرة جدا. أيضا ربط الشفاء بقدرة الله، دائما يستعرض صاحب المخطوط يستعرض الداء يستعرض الأدوية، ولكنه في نهاية المطاف يقول على أن قدرة الشفاء هي بيد الله سبحانه وتعالى. هناك أيضا ربط أهمية الطب بالقدرة على العبادة، وبعد فاعلم أن علم الطب علم شريف للخير، هنا واحد الكلمة لم أستطع قراءتها، لأنه منعش للأبدان للأون في عبادة الديان. إذن فنحن نتحدث عن أن الطب هو وسيلة من بين الوسائل التي تساعد على العبادة. كذلك التأكيد على ضعف المؤلف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى، يقول العبد الضعيف الراجع غفران مولاه. إذن دائما نجد بأن هناك استحضار للبعد الديني في معظم أقول في كل المخطوطات الموجودة بمكتبة آل سعود. المخطوطات الموجودة بمكتبة آل سعود اعتمدت على مجموعة من الأسس، ومن أبرز هذه الأسس أنطلق بالأساس الأول هو الاعتماد على التشخيص الدقيق. أبي بكر الرازي يتحدث في كتابه وهو أيضا مخطوط في مكتبة آل سعود سر صناعة الطب، ابدأ بدراسة حالات المريض وتأثير المرض عليه، ولاحظ معي تشخيص دقيق، وهل أنه يستطيع السير منفردا أم مستندا، وعلى أي جهة يستند، ووضع يديه أثناء السير، وهل هما على أعلى البطن أم أسفلهما إلى غير ذلك. إذا نجد بأنه يسعى إلى محاولة وضع تشخيص دقيق للمريض الذي يمكن أن يساعد على فهم ذلك المرض. الأساس الثاني هو الاعتماد على التجربة، وهذه التجربة إما أن يصرح بها صاحب المخطوط ويقول على أنها جربتها بنفسي، أو جربها المرضى وأكدوا لي على أنها تنفع. وكذلك نجد بأن الطبيب المجوسي في هذا الصدد يتحدث على أنه لا بد للطبيب أن تكون له مجموعة من يعني التداريب بين مزوجتين إن صح التعبير في البيمارستانات. إذن لا بد أن تكون هناك عملية تجربة حاضرة في هذه العملية أقل إن شاء الله بحوله. الطب يعتمد أيضا أو المخطوطات الطبية تعتمد على أساس ثالث اللي هو انطلاق من علم الأطباء القدماء. هنا نتحدث عن مدرستين أساسيتين لاحظتهما في المخطوطات الطبية. المدرسة الأولى اللي هي المدرسة الإغريقية، نجد دائما يتحدث هؤلاء المؤلفين عن أبوكراط جالينوس وأفلاطون. ثم المدرسة العربية يشيرون إلى الطبيب المجوسي، إلى حني بن إسحاق، إلى الطبري، إلى الرازي، إلى ابن النفيس، إلى غير ذلك من المؤلفين. أيضا هناك مجموعة من المخطوطات التي تؤكد على أهمية الطبيب، لاحظ معي من خلال مخطوط كتاب الأغذية وحفظ الصحة، يشير صاحبه: سألتني أيها الأخ الحبيب أن أضع لك كتابا في الطب يغنيك عن طبيب. نمشي مباشرة للمرحلة الثانية، وأما الغاية الثانية عافاك الله منها فمعالجة الأمراض لا غنى فيها عن الطبيب. إذن يؤكد على أهمية الطبيب، رغم أنه سوف أيضا هناك خاصية أساسية أو خاصية أخرى هي تنويع الأدوية حسب أصولها، فهناك أدوية نباتية، أدوية حيوانية، أدوية غذائية، وأدوية معدنية. انطلق من مبدأ الوقاية قبل العلاج، لاحظوا معي كلام الرازي: ينبغي على الفرد أن يتحرك قبل الطعام. عندما أقرأ هذا النص وكأنني أعيش الآن، كأنني أستمع لنصيحة طبيب حالي، وهذا يؤكد لنا غزارة وأهمية تراثنا الطبي وتراثنا العربي. ينبغي على الفرد أن يتحرك قبل الطعام لأن ذلك يعمل على تنشيط خلايا الجسم ويوقد الحرارة الغريزية إلى غير ذلك. سأترك لكم هذه المعطيات من أجل قراءتها. خلاصة القول يمكن أن نقول على أن المخطوطات
الموجودة بمكتبة ألساود يمكن أن نقول على أنها ثروة مهمة جدا يمكن أن تساعدنا على فهم تراثنا الطبي، على فهم تموقع صحيح للحضارة الإسلامية الحضارة العربية ضمن هذه الحضارة الإنسانية. وإذا لم نأخذ نحن المشعل فمن سوف يأخذه؟ هل الأوروبيون سوف يشجعون على التأكيد على أهمية هذه الحضارة؟ بطبيعة الحال لا. في نهاية هذا اللقاء أجدد شكري للسادة الأطباء للطلبة الكرام ولكل الأساتذة الكرام الذين تتلمذوا على أيديهم بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، وشكرا لكم.